مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بيروت اليوم. يسرني ان استضيف فيها الدكتور مصطفى علوش، نائب رئيس تيار المستقبل. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا استاذ توني. دكتور، في اختلاف بتقييم الحاله، في ناس بيعتبروا فتنه بالحرب، وان كانت لم تعلن الاعلان الرسمي، يعني حتى بال 75 اذا بتتذكر بلشت الحرب بعد فتره تعتبروا 13 نيسان يلي هو مدخل الحرب. في ناس بيعتبروا انه هيدا تهويل تمنفوت بالحرب، في ناس بيعتبروا انه هيدا اشتدي ازمه تنفرجي. قبل ما نفوت بالتفاصيل بهمني تقييمك العام، وين نحن اليوم؟ توني انا عندي تعريف صادم، قلت انه لم نخرج من الحرب. اوكي. لو اعتبرت انه فترات عدم وجود المواجهات المسلحه هي هدنات. ليش؟ لانه السبب الرئيسي للحرب ما انحل. ونحن كل محطه كنا نخترع سبب. كنا نخترع بال 58 اخترعنا سبب له علاقه بالوحده مع مصر، وله علاقه باغتيال نسيب المتني، وله علاقه بشغلات معينه، لكن ما هذا هو السبب. سنه 69 عملنا شيء كمان له علاقه، والناس تنسى انه في ميني حروب كانت عم تصير. سنه 69 صارت ميني حرب، حركه 24 تشرين بطرابلس صارت سنه 69 بسبب له علاقه اللي وصل لاتفاق القاهره سنه 73. القاهرة 69. القاهرة 69 بعد، يعني هو ب 24 ب 23 عم بحكي انه سنة 73. نعم. كمان نعم. ايضا كان عندنا حرب لقصف حرب المخيمات. بالطائرات، بس قبلها كان كمان سنة بنفس السنة كان عندنا اغتيال القيادات الفلسطينية، طلعوا عشرات الاف الناس شيعت الفلسطينيين بهذيك الوقت. في اشكال حقيقة بالتركيبة. ال 75 مش البوسطة اللي عملته. مش البوسطة. البوسطة أو غير البوسطة كانت ممكن تسبب هالشيء. الاستمرارية بالحرب واستمرت الحرب، خلينا نتذكر كيف. يعني كل الحلول اللي النظرية جبنا قوة ردع، شو صار بعدها؟ استمرت الحروب بعقلاتنا، ما قدرنا نطلع. إجا اتفاق الطائف لم ينهي الحرب. ليش؟ لأنه بقيت الأمور معمولة على زغل، انه بعدنا نحن هيدي شيء مؤقت لنشوف نحضر حالنا للمرحله الجايه. لكن تاكيد بالنسبه لي انه سنت من وقت اغتيال رفيق الحريري دخلنا بحرب حقيقيه، واذا الواحد عنده شك يتطلع كم اغتيال حصل بهذيك الفتره، كم اجتياح للارض، كم قمصان سود، كم اي شيء كله تسول، تشوف انه الشيء الوحيد اللي منع ان تنفتح الحرب وبالأخص سنة 2008 وقت اللي صارت غزوة 7 أيار، هو أنه كان في قرار إقليمي ودولي ما بده الحرب، ما بده أعمال عسكرية. أوكي؟ فبقيت الحرب، لأنه حقيقة كمان بهذيك اللحظة ما وصلنا لحلول، بعدنا عم نأجل الحلول. طالما أنت عم تأجل الحلول بعدك بواقع موضع الدرس. الشيء الوحيد اللي بيمنع او بيخليك ترجع انك تكون مقتنع انك انت والاخر مواطن كفرد، مش كمجموعه طوائف. نحن بعدنا لحد هلا، مش انه والله في نخب طلعت من الصعيد، لكن نادره جدا جدا. وانا لما عم بحكي عن النخب مش معناته الطبيب والمحامي وهذا، هو بعض الاحيان أسوأ من الواقع الشعبي، ويمكن بالواقع الشعبي بعض الاحيان تلاقي احسن بكثير من هالمجموعات هيدي. بقينا على احساس انه نحن مجموعه من القبائل تتناتش الصلاحيات وتتناتش الحصص وتتناتش المنافع، وبالنهايه ما قدرنا نوصل لاي مرحله من المراحل انه نقول انه هذا البلد بلد نهائي. لمصلحه رئيس القبيله. لمصلحه رئيس القبيله، وبعض الاحيان من ضمن القبيله زعيم منافس بالقبيلة ذاتها. لأنه إذا بتطلع أنه بالقبيلة المسيحية مثلا عندك كم زعيم موجود، في صغير وكبير ومقمط بالسرير واللي بدك إياه. عند القبيلة السنية نفس الشيء، حتى عند القبيلة الشيعية في تنافس موجود ودموي
قد يتحول بأي لحظة من اللحظات، لأنه في رؤيتين كمان، حتى يعني حتى بالرؤى مش هي ذاتها. طيب ما تعبوا الناس دكتور في رأيك بعدهم عم يتسامحوا أنه توصل الأمور للحافة العودة الأعمال العسكرية مع كل ما يرافق ذلك؟ هلأ الناس تعبوا، والدليل اللي صار من سنتين لهلأ أنه في ناس نزلت وما بقى بدها وما، لكن عمليا دائما بقول أنه اللي عقلاته ديمقراطية وسلمة وبده الاستقرار وبده الرفاهية ما بيقدر يتحول لمقاتل، ما بيقدر يتحول لمقاتل، ما بيقدر يدافع ويقاتل عن الديمقراطية. يعني أنت بعقلك أنه أنا بالحوار في ألف ديمقراطي بيطلع مقابلهم واحد مسلح منه ديمقراطي بخرسهم كلياتهم سوا. بالسنتين الماضيتين بعد ما وصلنا إلى قناعة أنه مش المبرد اللي عم يطعمينا الدم، لا لساننا اللي عم يطعمينا الدم، اللبنانيين بحد ذاتهم، وصلنا لقناعة أنه قال بحاجة لتغيير جدي، بحاجة لتغيير جذري بقواعد اللعبة. لكن فشلت القوى اللي وعيت لهالشي هذا، أن أول تبني رؤية ذات بعد مختلف عن البعد اللي كان قائم، وبقدر حسيت أنها مكربجة بالمحل اللي منطلقة منه، مكربجة يعني بعدها ما قال تتخطى مسألة مثلا القبائل الطائفية، بعد ما أنا قادرة تتخطى مسألة القبائل المناطقية، ولكن أيضا ما قدرت تتخطى الأنا الذاتية اللي هي خلتهم لحد هلأ أول شيء ما يعلنوا عن مشروع جدي متكامل. أنا ما بدي لك، ما حدا مفكر أنه بدي إيديولوجيا المانيفوستو الحزب الشيوعي، أنا بدي على الأقل كتيب صغير، اوكي هلا من شوي كنا عم نحكي كتيب صغير كيف ارى لبنان. لحد هلا ما شفت اي شيء كيف ارى لبنان على الاقل لهالمجموعات هذه، او فلان وفلان 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 يمثلون هذه الرؤيه بالخصوص هيدا، لحد هلا ما قدرنا شفناه. بقيت لهيك رجعت هلا يعني تكلبنت، خلينا افضل تكلبنت المجموعات الاساسيه اللي هي بعدها موجودة ومتمترسة وراء القاعدة الأساسية، وللأسف خلق لك جيل ما انكوى بالحرب، فكر شغلي، فكر أنه هيدي لعبة، فكر أنه هيدي بقدر أني خوضها كما خاضها الأقدمون أو بطريقة بنجح فيها أكثر. وهيدي للأسف جيلنا نحن اللي عاش هيديك المآسي وشارك فيها، يعني في كتير منا شاركوا كانوا جزء من هالماما، ما قدروا وصلوا الرسالة الصحيحة أو المفيدة، ما بعرف شو الصحيح، خليني أقول الرسالة المفيدة لحتى تقدر تنتشل البلد وتوصل لنقطة المواطنة. الشيء الوحيد اللي بيطلعنا توني هي إذا بده يكون البلد موحد لازم يكون في مواطنين متساويين بكل شيء، وواجباتهم أيضا هي متساوية بكل شيء، أو إذا ما حدا قادر يعمل هالشيء هذا. أنا قلت أنه لا يوجد وحدة قصرية، لا يمكن أن تجبر الناس أن تدل بالوحدة تحت السلطة، وإذا حدا عنده أي علامة استفهام يتطلع بالعراق. تشعب الموضوع كثير، رح نرجع لهم للعناوين اللي أثرتها، بس بدي خليني ردك للأحداث. برنامجنا هو برنامج أحداث، وبدنا نجرب نضوي على القضايا اللي عم بتصير اليوم. من السائد أو مما يحكى فيه أنه هناك مسعى لمقايضة المرفأ بالطيوني، هل تصح هذه المقايضة وهل هي الحل إذا بدك الواقع الوحيد المتاح، أو أنت قادر أنك تقوي بعد المحقق العدلي والعدلية ويجري توقيف نواب وزراء رئيس حكومي سابق بالمقابل ردوا عليك بقضية سمير جعجع باستدعائه للتحقيق بوزارة الدفاع؟ ليك الشيء يعني فيني أقول لك، لو كانت بظروف لبنان لا يحتاج للشحادة من صندوق النقد الدولي ولا دعم من بعض الدول الأوروبية اللي بعدها خايفة أنه تروح عندها موجة هجرة جديدة ما تقدر تتحملها، مش لأنه بيحبونا بصراحة يعني بكل موضوعية، يمكن بعض النخب بفرنسا
بعدها متأثرة بالنخب اللبنانية الموجودة بفرنسا واللي هن نخب مؤثرة بالتأكيد. لكن الألماني ما كتير بتعني له، إلا بتعني له أنه والله بده يجي له شي 100,000 واحد زيادة سوري وفلسطيني ولبناني يعني بهالحالين. فالقصة الأساسية هي لنرجع لهون، لو ما كان هيك الوضع وكان لبنان منه بحاجة لحتى يشحد مصاري بهالفترة هيدي، كان لح تروح التسوية بهالشكل هيدا، ربما كان بتروح انه ايه الحكومة مستعدة. لكن انت اذا قبلت بهالتسوية هيدي خسرت كل احتمال وامكانية انك تاخد اكسجين، تاخد اي شوية اكسجين بانتظار الحلول النهائية اللي لا يبدو انها جاية بشكل قريب. لحد هلا امبارح انه الايرانيين صرنا مستعدين لحتى نروح على اللقاءات النوويه، خلينا نسميها لقاءات لانه ما في اكثر هناك، بالوقت اللي اسرائيل عم تصعد وعم ترفع الوتيره، صرفت مليار و200 مليون دولار على تجارب لخرق الانفاق وخرق المواقع المحصنه. هيدي الاسئله يعني نحن موجودين بقلب هالمعمعة، ما حدا بده يطلع منها. لهيك اول شيء انا بدي اطلع، لا انا بقبل تسوية تكون انه ننسى قصة السبعة اللي قتلوا بي، ولا قصة الدخول على عين الرمانة ولا كيف، لا يروح التحقيق ويجيبوا الكل على التحقيق. طيب ما هو العملية انه اذا انطرحت في ناس عم بيقولوا اساسا الاحداث الطيونية او التظاهرات هي لرفض موضوع المرفأ والوصول الى المقاينة. برجع بقول لك ممكن يكون هيك، وممكن كمان يكون الرد لدفع الامور الى الاقصى كمان، يعني اللي صار ربما كمان الاستدراج الى المزيد. يعني انا ماني معتقد انه حزب الله تقصد اسقاط سبع قتلى من عنده، ما بعتقد، ما انا هيك القصه، خاصه انه يعني في ربما ما كانوا ناطرين ردة فعل معينه. ايوه ردة الفعل هي كانت قاسيه قويه لتخلي حزب الله يقعد يراجع الحسابات من جديد. ليش؟ لأنه هو بيعرف المأزق الحقيقي والقوي واللي دفع هلأ استدراج القاضي عقيقي لحتى يعمل اللي عمله أنه يستدعي سمير جعجع، هي محاولة للرد على العجز عن الرد. يعني أنت تصور أنه دماء شهدائنا لا تسقط هدرا، أوكي؟ كيف يا حبيبي بدك ما تسقط دماء شهدائك هدرا؟ بدك مين تغتال؟ بدك مين تقتل بهاللحظة هيدي؟ اوكي فيك تستفرد وليد عيده بعد بهالايام هيدي الله يرحمه، او محمد شطح، او انطوان غانم. شو الرد تبعك بهاللحظة هيدي؟ اي رد بهاللحظة هيدي انت متهم فيه دغري مباشرة، متهم مباشرة البطرك والمجتمع المسيحي. صار جاهز للمرحلة الثانية اللي هي إذا ما بدكم الحياد الإيجابي فينا نلاقي طريقة لنفرض حياد إيجابي. إذا نحن تعرضنا للاستهداف والاستفراد أوكي نلجأ إلى أقصى من هيك. وأنا بأكد لك أنه في يعني في جهوزية لهالشيء هذا، أنه تعال مدد الوجود اليونيفل وما بتكون خارج المهمة تبعته، لأن هي الحفاظ على البلد من المزيد من الأذى، مدد مهمة اليونيفيل وهي الحدود تبعتنا. برأيك موضوع الحماية الدولية صار قيد التداول ولا بعد؟ صار له فترة عم ينبحث بس خارج الأوساط الدولية بالأوساط الاغترابية، وهيدي القصة يعني صارت جدية. ولما انطرحت فكرة الحياد الإيجابي ويعني كانت منا معزولة عن هالموضوع هذا أنا حسب قناعتي، وكان عندي اطلاع من بعض الأصدقاء أنه لا في جهد جدي على المستوى الدولي منه أنه والله بس معزول. لكن مثل نحن ما بنعرف أنه بعض الأحيان هيك أمور قد تحتاج إلى دم لحتى تقدر تعملها على الحامي، قد تحتاج إلى دم لتعملها على الحامي. وأنا حسب ما شفت توني خلال 9 سنين الماضية من وقت ما ظهرت النصرة بسوريا، وليش عم بحكي على الحديث هذا؟ لأنه حقيقة ظهور النصرة
خلى قناعة عند كثير من الناس اللي كانوا مؤمنين بأنه لبنان لازم يضل واحد ولازم، وعم بحكي من المسيحيين، أنه لا بنقدر نعمل لبنان واحد ونقدر نعيش بظل اتفاق الطائف. بلشوا يفكروا مرتين، أنه طيب أنه شو عرفني أنا بكرة السني إذا انتصر ما يصير مثل محمد علوش تبع النصرة. وطبعا لما اجت داعش علت الدوز، وهذا خلى يعني جزء حتى القوات اللبنانيه بمرحله من المراحل توقف بنوع من الاحراج قدام حزب الله، وقت اللي قال لك انه انا فجر الجرود وانتصرت فوق وحمايه لبنان من الارهاب ومن التطرف. في مرحله كان في احراج حتى بالرد على هالنقطه هيدي مع قناعه القوات اللبنانيه انه هذا كلياته سيناريو. لكن ما انت كمان في حكيت مواقف سيد حسن نصر الله بهذا الاتجاه من ناحيه تسجيل النقاط اعتبرها تقصير. لهيك انا بقول لك توني هلا بهاللحظه هيدي اذا انت عملت المقايضه لن تاخذ ولا قرش من صندوق النقد الدولي. لنبلش بيها هون. ليش؟ خليني بس بمعادله بسيطه. هلا طبعا الاسبوع الماضي بلش الحوار. لكن الحوار مرتبط بالاصلاح، ما هيك؟ انه بدك تصلح لحتى تعمل. شو اهم ما بنيه بالدوله لحتى تعمل اصلاح؟ القضاء. القضاء المستقل، في شيء اهم منه باي شيء؟ ابدا ولا شيء. شي. ولا شيء. طيب انت اذا طيروه بزيت الجمعة من اول الطريق ضربت القضاء. شايف حتى لو القاضي بيطار اجا من زيته وقال انا بدي اطلع من هذا ضربت القضاء. مش لانه حقيقه انت الترهيب هو اللي وصلك، كل العالم رح يقول انه هذا الترهيب، رح يجي يقول لك يا حبيبي انت ما عملت لي شيء لحد هلا لحتى اشوف شو بدك تعمل. شو بدك تعمل بهالحاله هيدي؟ عملت الجزء الاساسي انعمل اللي هو صار خلال 3-4 اشهر الماضي، رفعت الدعم عن كل شيء. اوكي، والمواطن هلا لما عم تنزل صفيحه البنزين 4000 5000 ليره صار بعقله انه الحمد لله. فانت قدرت شربت العالم السم بسرعه بالضروره، مع انه هيدا القضيه كان لازم نعملها من 10 سنين بالتدريج بوقت كنت قادر تعمله. وانا دائما كان رئيس سنيورا يقول لي الاصلاح يمكن انك تعمل وقت اللي بتكون جاهز مش وقت اللي بتضطر. نحن هلا اجى الشيء هذا. طيب كيف بدك تعالج هيدي بهيدي هلا بهاللحظه هي؟ بس هو الفكره انه حزب الله وقت اللي او كل تيار اللي عم يرفض التحقيق واصل ما عم يترك طريق رجعه بهيدا الموضوع. عشو مراهن اذا كان مثل ما عم تتفضل بتقول انه الطريق يمر حكما عبر القضاء وبالتالي عدم تسيير الأعمال سوف تؤدي إلى وقف الأكسجين؟ مرة بالزمان كنا قاعدين بمقابلة مع أحد المتحدثين باسم حزب الله بأيام كانوا يقبلوا يعدوا وشي، قلت لنا عم نحكي عن البلد أنه لازم سياسة المقاومة ولازم مشروع المقاومة أنه هو يحكم البلد. قلت له يا حبيبي إذا الواحد بده يجي يأكل تبولة وكب نية شو بتعمل فيه بهالحالة هيدي؟ قال لعن الله الكب النية والتبولة مقابل الكرامة. ليك ما حدا سألان منهم بهالقصة هيدي وما عنده مشكلة انه ينتهي البلد كليته سوا. هيدا لا بل البعض بيعتقد انه قد اتى الوقت ربما لانه المتراس ما بقى بحاجة له. انا دايما بسمي باقي اللبنانيين غير حزب الله هن متراس حزب الله. انت وانا يعني بان المتراس. فلهيك الإشكال الكبير أنا مقتنع تماما أنه لولا ما في معطيات كافية بتجرم حزب الله بقضية المرفأ بتجرمه. أنا ما عم بحكي أنه والله عارف ومن عارف، لا بتجرمه بشكل مباشر. ما كان أخذ هذا الموقف العدائي بهالشكل هذا. فلهيك مستعد أنه يوصل أنه تتدمر الدنيا ولا أني أوصل لمرحلة أنه يصير في اتهام مباشر. طيب شو بتفسر بهيدا الإطار إنه بقية الأطراف ما بين حياد إيجابي وما بين متفرج مش أخدين المسألة أبيض وأسود؟
شو قال المسيح وقت اللي اجوا بدهم يرجموا الزانية؟ من منكم بلا خطيئة؟ نعم. أنا مقتنع أنه كل الأطراف اللي عم تحاول تبيع الأمور إذا منا مرتبطة بملف المرفأ، مرتبطة بملفات تانية قد تفضح على الخلفية هيدا. ماشي؟ فلهيك أنا بعتقد هذا هو الواقع. عندما يصعد حزب الله إلى مستوى اللي شفناه بأحداث الطيونة، هذا البعض، يعني البعض اللي عم نحكي نحن انه مش معني مباشرة بس مفترض انه يكون كان موقف وغير، برأيك مكان لازم مش قادر ولا بيعتبر القعدة على الحياد اكسب؟ هلا اذا بدنا نشير، انا بتعرف ما بحب بلف ودور من موقف تيار المستقبل بهالقصة هذه. القرار هو طالما انه ما في عنا نتيجة تحقيق وطالما في دم سقط، الأفضل أنك ما تروح وتاخذ مواقف تصعيدية بهالمرحلة هيدي. هيدا هو هلا هذا الموقف الرسمي تبع تيار المستقبل، وهذا البيان اللي طلع من سعد الحريري الأول والثاني اللي حكي فيه مبارح بالنسبة لاستهداف التحقيق أو طلب الدكتور سمير جعجع بالنسبة للتحقيق. هذا الموقف، لكن بالنهاية أنت مجرد ما يكون تحقيق واضح وشفاف وصلت لقناعة أنه المشكلة هي منا هيك، منا قصة ولا كمين ولا قصة هيك، أنت بدك تاخد موقف بالمستوى اللي بيدعيك لقاله المسؤولية. هل تتوقع مثل هذا الموقف؟ وماذا ينتظر؟ ينتظر أي عناصر؟ لا أنا بقول لك بينتظر نتائج التحقيق بالتأكيد بهالحالة هيدي. وليك بمحل من المحلات نحن تيارنا ما في يعني بحال ظهرت الأمور وكانت فيها وضوح ما في يقف على الحياد سادة، بده ياخذ موقف وإلا بيفقد مصداقيته من جديد قدام جمهوره قبل ما يكون قدام الآخرين. يعني هو في عناصر واضحة كمان إنه أي بيان مطلوب أو أي توضيح بعد مطلوب، بيان يطلع التحقيق بأول على الأقل شو الاتهام بده يطلع، ما من هيك ما في تحقيق هلأ عدلي بالمحكمة العسكرية يطلع قرار اتهامي بمعطيات محددة. ما بتعتقد أنه في جزء بيتعلق بسوء العلاقة بين الدكتور جعجع والرئيس حريري مخلى الأمور تكون أكثر ضبابية؟ ليك إذا بدك نرجع للماضي، الأمور بلشت كل واحد يغرد بمحل من سنة 2008-2009، لكن ما في شك أنه من سنة من وقت اللي بلشت ينحكى عن قانون الانتخابات اللي بعدني بسميه أنا العنصري الطائفي اللي مشينا عليه، كل واحد راح بمحل. وفي أمور بعضها قد تكون أساطير وبعضها حقائق، يعني في اتهامات قد تكون أساطير و في اتهامات قد تكون حقائق. بالنسبة لسعد الحريري وأنا بتفهمه أنه بالمرحلتين اللي ما وقفوا جنبه القوات اللبنانية بقصة الحكومة بيعتبر أنه هذا كمان موقف تخلي عنه بالكامل. حضرتك شو موقفك دكتور؟ يعني وقت اللي صارت الأمور وين وصلت وبالشكل اللي معلن أنه الرئيس حريري كان مرشح حزب الله وأمل، هل كان لازم برأيك القوات اللبنانية يمشوا بخيار تسمية الرئيس حريري؟ ليك أنا بعتقد أنه لو مشوا بخيار تسمية الرئيس الحريري كان صار عندنا حكومة من سنتين، وكان ما قدر تحكم جبران باسيل بقرارات الحكومة، وكان أعيد التوازن من جديد بقلب البلد. أنا هيك قناعتي يمكن، لكن كمان بتقلي انه والله انا ما بقى فيني احكم على شو كان صار لو صارت الامور بهالشكل هذا. لا انا قلت لهم لاصدقائي بالقوات اللبنانيه انه ما هيك كان لازم يصير، وخاصه بالحكومه بال يعني من 10 اشهر او من 11 شهر، لو حتى لو ما سموه لسعد الحريري، لو كان قبلوا يشاركوا بالحكومه كنا خلصنا
من قصة جبران باسيل. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني بعد ونتابع هذه الحلقة. مشاهدي أب تي في خليكم معنا. نتابع مشاهدي أم تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفنا الدكتور مصطفى علوش نائب رئيس تيار المستقبل. وقبل أن نستعيد الحوار وردنا وقد علمت الأم تي في أنه بعد انقضاء الوقت المحدد للاستماع إلى الدكتور سمير جعجع خابرت مديرية المخابرات القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه الخطوة المقبلة بعد أن غياب أو تخلف الدكتور جعجع عن الذهاب إلى مديرية المخابرات، فطلب منها ختم التحقيق ولم يلجأ إلى اتخاذ أي تدبير إضافي في حق جعجع. وقد أودعت المديرية مديرية المخابرات الملف كاملا النيابة العامة العسكرية. شو بتعتقد؟ أنا بعتقد أنه تم التوصل، نجحت امبارح المبادرة البطراك رح تصير هيدي الثنائية بالمجلس النيابي بيعمل محاكمة تسوية. ما بعرف إذا رح نوصل لهالنقطة هيدي ولا لا، أنا ما بظن إنه قادرين نفوت بهاللعبة. بقى خلينا نرجع للنقطة الأساسية اللي انطلق منها، ملف المرفأ، شو بدك تعمل فيه؟ جينا لهون وطنشنا، وأنا برأيي إنه حزب الله بفيدوا بهمه هلا نطنش على قصة عين الرمانة، نطنش عليها. ليش؟ لأنه ما قادر يرد، ما قادر يعمل شيء. إذا عمل شيء بيروح على المحل اللي الآخرين بدهم يروح عليه، يلي هو اللي هو ردة فعل دموية لاسترداد الدم المهدور. ممكن بعد برأيك بظل المواقف بعد شوية، بعد خلدة، بعد كل هذه القضايا، ما ليك الالتزام عند حزب الله هو التزام أي فيلق عسكري بقرار القيادة. من وقت بهاللحظة هيدي، والقيادة عم بحكي إيران، يعني عم بحكي الحرس الثوري، حزب الله صحيح عنده خيارات بيقدر يتصرف فيها، لكن إذا بترجع على كتاب نعيم قاسم حزب الله أنه الرؤية العامة والفتوى العامة ترسم عند الولي الفقيه من بعده الحرس الثوري، لكن في أنت بتتصرف يعني بالشيء اليومي. لكن هيدا قرار استراتيجي، وأنا دائما سميت أنه قرار اغتيال مثلا رفيق الحريري لا يمكن يكون قرار تكتيكي، هذا قرار استراتيجي مرسوم عند القيادة. نفس الشيء هلأ أنت لما عم تروح برد معين، أنت عم تفتح باب للشيء اللي حكينا من شوي، أنه هذا مجتمع يتعرض لاحتمال الإبادة، مجتمع يتعرض لاحتمال الإبادة. بهاللحظة هيدي ساعتها دخلت تعقيد جديد على الملف النووي الإيراني. تصور الفكرة كيف صايرة، أنه أدخلت تعقيد جديد لأنه إيران ماسكة هذا الملف اللبناني كأحد الأدوات الموجودة بإيدها بناء على ستاتيكو معين، انه في توازن محدد، عندنا فيلق هون موجود مسيطر على لبنان، الحكومه ما بتطلع الا بالطريقه اللي هو بده اياها، الوزراء ما بيحكوا الا بالشيء المعين، وفي حدود مرسومه. اما اذا انت جيت وخلطت الاوراق انه لا يا حبيبي في دم سقط، وفي هلا تبين انه في منطقه تتعرض من بسبب حزب الله الى احتمال انه يصير في صراع دموي، ساعتها الوراق كلها سوا بتختلط. حزب الله لا يريد هالشيء انه يصير بهاللحظه. طيب هل يعني انه الاخرين تقبلوا له وضعه كمان بالمقابل وجرى تسويه بقضيه المرفأ؟ ابدا. الا تخشى ذلك؟ لا، ولا ممكن لسبب كثير رئيس. هلا يمكن يرجعوا يلجأوا لقصه انه اعاده تدوير الزوايا بالنسبه لمسار التحقيق، انه مجلس عدلي ولا ما مجلس عدلي ولا محاكمة الرؤساء. يمكن وانا برايي افضل هيدي تسويه. انا ما برايي بتسويه، هيدي الدستور هيك بيقول لك، الدستور بيقول لك بهون بدك تروح تحاكمهم بهالمحل. طيب هو اذا عم يطاردهم بالفتره اللي كانت خارج فتره الحصانه عم يطاردهم يعني هو من كل ميله، يعني فيك تقول هيك، لكن كمان هن
بهيديك الفترة العمل اللي مسؤولين عنه كان أثناء عم يمارسوا مهمتهم كوزراء. كمان هون برجع بقول لك أنا قناعتي أنه الإصرار أنك تقتحم الأمور بهالشكل هذا أعاق التحقيق، أعاق القصة وتسبب بهالجدل هيدا. أنا ما أني شوف رئيس وزرها بالنهاية عم يتحاكم بالطريقة الدستورية أو تروح على الشيء اللي نحن اقترحناه. يا حبيبي شيل الحصانات عن كل العالم، ما عندي مشكلة إنه والله لأنه سني. يا حبيبي إذا هو إن مرتكب أوكي، إذا مرتكب حقيقة أنا لازم حاكمه ماشي، بس ساعتها بعدل الدستور بقول إنه بهالقضية هيدي كل الحصانات ساقطة بقضية المرفأ، ما في إشكال ساعتها هل الكل بيخرسوا، ما بقى في حدا يقول شيء. أما طالما أنت في تعذر لهالشي الدستور بيقول لك هول بيتحاكموا بهالمكان هيدا. لا نرجع للمنطق ذاته، قالوا حسن نصر الله، لكن نحن قلنا كمان ليش القضاة المسؤولين على القضية هيدي ما بنعرف شو اللي صاير فيهم، ما عندنا فكرة شو اللي صاير معهم، ما هن كل الأمور بتقول إنه بلشت هون. الأمنيين شو القضية بهيديك الفترة؟ كمان هيدي كلها تسوى طرحت علامات استفهام. أنا بالنسبة لي قلت إنه أنا بدي انتظر لحتى القاضي بيطار يطرح الملف الاتهامي قراره الظني، يعني قراره الظني ساعتها بفهم اذا حقيقه المسار تبعه منطقي ولا لا، ولا اهمل شيء امور اخرى. انا كمواطن عم بحكي عليه، لكن لما بدك تطرح هيديك الاسئله، هيدي اسئله قد تكون مشروعه لانه بعد ما عندنا قرار ظني. ما بظن انه قادره قضيه المرفأ تنطفي ولا باي شكل، بس حولوها على ملف محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. نعم. تتوقع توصل لنتيجة؟ يعني ما ساعتها ما بيسقطوا لك إيه، بيكونوا فوتوا بالأسطر، يعني بالأسطر تبعه ساعتها. ساعتها برجع بقول لك، برجع بقول لك يمكن إيه يمكن لا، أوكي. لكن نحن كمان يعني مثل كأنه أضمن دكتور من إنك توصل للحظة حقيقة ما التمييع، يعني هل لبنان يحتمل الحقيقة؟ بدون الحقيقة الحقيقة تحرركم. أنا قناعتي أنه إذا ما وصلنا للحقيقة بهذا الملف على الأقل، بهذا الملف على إذا كان مثل ما عم تتفضل وتقول أنه حزب الله لو ما عنده شيء ما بده يظهر ما بيعمل هيدا التصعيد، نعم. قادرين برأيك أن نتحمل حقيقة بهذا الاتجاه؟ وهيدا اللي طلع اللي عم نشوفه أنه مننا شيء فايتين ب سنة 2005 بعتقد بشار الأسد أو 2006 مني أكيد، قال أنه معرفة الحقيقة هو أو وزير خارجيته مني أكيد فاروق الشارع أو شيء، بيقول أنه دفع بعض اللبنانيين إلى معرفة الحقيقة بقضية اغتيال رفيق الحريري ستؤدي إلى دمار لبنان والمنطقة. هلا يمكن يكون صحيح هذا الكلام، لكن العيش بالكذبة هي دمار محتمل. شايف إذا أنت بتسوية ما، إذا بتسوية ما وصلت إلى أنك رجعت قعدت البلد وتغاضيت، قلت أنا مقابيل دماء الشهداء صار عندي بلد موحد ولا سلاح غير شرعي موجود فيه وعنده حياد إيجابي وقادر يرجع المواطن ابني قل له تعرجع على البلد، وأنه ترجع الناس تتأمل بمستقبل قد يكون دماء الشهداء أدت إلى هالشيء هذا. لكن أنا بدي دل على طريقة ذاتها، وبدي أفتح حرب وقت اللي بدي، وبدي أشتغل لمصلحة إيران وقت اللي بدي، وبدي دل فاسد وأسرق من الدولة وقت اللي بدي، وبدي هرب وقت اللي بدي. طيب كيف بدها تركب القصة؟ لا يمكن أنك تروح على يعني على تسوية من هالنوع هيدا بس جزئية، أنه بس عفوني من مثل ما قال الصحفي بجريدة الأخبار انه هام قبيل ها والغول للتحقيق كليته سوا، هام قبيل ها والغول للتحقيق. ليش يا حبيبي؟ في ثمن، اذا الثمن اللي بده يندفع هو يؤدي الى استقرار وانه ما تتكرر جريده المرفأ بطريقه اخرى، يمكن تجي تقعد انت تقول يا عمي خلينا نقول انه وصلنا لهالنتيجه ودماء هؤلاء الشهداء والدمار اللي حقنا وصلنا بالنهايه إلا أنه نرجع نبني البلد من جديد. لكن لحد هلأ ما في أي مؤشر بهالموضوع. طيب إذا أنت عندك تجربة المحكمة الدولية ونتيجتها
وخروج نتيجتها، يعني اذا بدك تبسيط الامر وتسخيفه بالشكل يلي صار، انه لماذا يخشى احد نتيجه اي تحقيق خصوصا اذا كان محلي؟ ليك التحقيق المحلي من بقى القصة انه والله في واحد ما قدر تجيبه وما لح يعترف عن لمين قال له ومين اللي اشتروا النترا المتفجرات وكيف نقلهم ومين عمل، ما هيدي خلص غابت القصة. اما لما انت عم تجي على التحقيق هون والشخصيات موجودة ومش من عملية، يعني بالأساس قصة النترات مش انه والله تفجيرها حصل بعملية مدبرة وانا اكيد انه في خطأ ما حصل ادى الى هالشيء، هذا خطأ غير مقصود او شيء كان مقصود ادى الى خطأ، انا هذا قناعتي بهالموضوع هذا، او انه صارت الشيء الوحيد اللي بخليني شك هو اول كل شيء صورة ابو عدس اللي انه واحد عم يلحم، انا دغري ذكرتني بشريط ابو عدس في حدا عم يلحم هونيك. الشغله الثانيه هي انه ليش تصير بعد 13 يوم او 14 يوم من انه راح التقرير عند رئيس الجمهوريه وعند رئيس الوزراء، ومين اللي قال له لرئيس الوزراء ما تنزل؟ مزبوط، هول كله تصاوب يخليني شك انه قد يكون هناك شيء يحضر. هلا يحضر انه لا يفجر بيروت، لا، على الارجح لتغطيه جريمه معينه انه راحت القصه. لكن الناس اللي هولي ما ماتوا، يعني مش انه والله هلا صحيح تم اغتيال ثلاثه لحد هلا، لكن في مدير المرفأ وفي الجمركجي وفي الضابط اللي هون والطريق اللي انقطعت والشوفير اللي طلع النترات كلياتهم هول موجودين، يعني ما فيك تضيعهم اذا حقيقه انت رح تروح على تحقيق في كل هالامور هيدي وعم تجيبها وتحطها بالعناصر الجرميه وتركب الملف الجرمي، قادر تحصل له بالتفاصيل بدون ما حدا يزبط له. بهذا الاطار كيف حطيت موقف بوتين بموضوع الاقمار الاصطناعيه؟ هلا هو عم يقول انه ما عندي شيء بيفيد. اوكي، هل عنده شيء بيفيد؟ هل حقيقه الاقمار الاصطناعيه بتفيد؟ بس هو ليش سيره بهيدا الظرف بالذات؟ ماذا يعني ذلك؟ كيف فهمتها؟ هلا بالمقابل كمان اللي اثارني اكثر انه حزب الله قوه اساسيه ومهمه بالبلد، هل هناك سعي او شيء محاوله لتغيير قواعد اللعبه او لحتى يثبت لحزب الله انه هو مش صحيح متامر مع اسرائيل ضده بسوريا؟ ما بعرف، لانه انا معك بلبنان بس بسوريا لا. ما انا بصراحه سياسة الرئيس بوتين ما كتير بتخليني أشعر بالراحة، لأنه دايما بيشعر أنه في رجل مخابرات عم يشتغل بالسياسة، شو بده ولوين بده يوصل ماني عارف بهالخصوص. يعني هي رسالة أكتر مما هي موقف برأيك؟ ما في شو الموقف؟ شو موقف لشو؟ لوين بده يوصل بهالموضوع هذا؟ ما بعرف، ما قدرت أحصل على، يعني حاولت حلل الكلمة اللي قالها وليش بقلب هالمجتمع بهذا الاجتماع هذا بالذات حكي عن الموضوع. ما كتير لقيت انه عم يواجه انه الرابط ليش عم يحكي فيها. يمكن علي انتظر، لكن بالوقت ذاته طلع خبريه ثانيه اللي هي انه بنت رئيس وزراء اسرائيل رجع جدد التفاهم اللي كان قائم بين نتنياهو وبوتين صديقه العزيز على مساله استهداف القوات التابعه لايران بسوريا، شرط اخبار الروس مسبقا انه بدها تصير عمليه معينه. تعتبر هذا الوقت يلي تزامن تقريبا مع الطيوني، يعني عمليا كان عنده نتائج عمليه على سلوك حزب الله لقاء الاحداث اللي جرت؟ سلوك حزب الله مرتبط بملف واحد، هو الملف المرتبط بعلاقه ايران مع العالم، هذا اهم شيء بالنسبه له. وانا قناعتي حزب الله واقع بإحراج أمام جمهوره بقصة يعني ضرب الهيبة شوية، ما صارت خلدة قبلها كمان، يعني إذا من يعني ما 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 فينا نقول هيك إنه بس هيدي هالقضية هي، لكن سيعض على الجرح على الرغم من كل هالشيء حتى ما تصير التداعيات للملف الثاني اللي قلت لك عنه، اللي هي خلي الأمور تفلت، خلي الأمور تروح إلى الأقصى لحتى تجبر العالم أنه يتدخل بهالحالة. طيب، في عنا خلينا نطلع شوي للمنظار الإقليمي.
يعني شفنا حراك معين إيراني سعودي سعودي سوري، الحديث عن استئناف المفاوضات، غنج إيراني بمرحلة أولى، إبداء استعدادات بمرحلة تانية. وين شايفها رايحة؟ لكن المفاوضات الإيرانية السعودية هي يعني رد فعل على اللي عم يعملوه الأمريكان. يعني بأيام ترامب ما حدا حكي بالموضوع، ما طلعت القصة على وقت اللي بيّن أنه سياسة الرئيس بايدن ستشابه سياسة أوباما أو ربما تزيد أو تنقص، ما بعرف شو رح توصل. فأنا قناعتي أنه القرار السعودي بالحوار مع إيران هو موجه ضد الأمريكان بشكل مباشر، أنه ليش أنتوا تفاوضوا عنا، لا نحن منروح منعمل شيء. لكن شو هي النتيجة؟ هل ستنسحب إيران من اليمن؟ بالنسبة للسعوديين، وأنا بتفهم هالشيء هذا، كل شيء مقابل اليمن. يعني السعوديين بأيام عبد الناصر ظلوا 4 سنين عم يقاتلوا بالواسطة صحيب اليمن، ولكن ظلوا عم لأنه اعتبروا أنه هاي الخاسرة اللي عم تنعرهم. بأنا بتفهم هالموقف هذا. هل سيتوصلوا من خلال تفاهم مع الإيرانيين إلى تسوية ما باليمن؟ هذا السؤال. لهيك أنا العراق زبط حاله بحاله، يعني صارت انتخابات غيرت المعادلة، بس هو كمان انتخابات العراق مؤشر إلى كيف الرغبة العربية بالتعامل مع هيدا الملف الشائك. وهل هي قديش إيران مستعدة ولا فرضت على إيران؟ يعني قديش القبول الإيراني بالعملية؟ عملية الإيران السعودية؟ نعم، يعني بقلب الموضوع العراقي، بقلب الموضوع العراقي. هلأ هيدي محاولة لأعطاء نفس أنه نحن منفتحين، لأنه يعني مش أنه والله نحن مسكرين ما بدنا. إذا إجا طرح عليهم هذا الموضوع، ما هن عم يروحوا كمان عم يفاوضوا، فاوضوا الأمريكان بقصة 5+1 بالنسبة للملف النووي. يعني أنت بتقول أني أنا عم فاوض وعم بحكي وعم ناقش، لكن بالنهاية تصلبك هو مرتبط بموازين القوى، مش مرتبط، أو موقفك مش مرتبط باللي بتتوصل لقاله إلى تسوية، مرتبط بأنت قديش قادر تأذي. لحد هلأ برجع بأكد، تبين أنه الملف اليمني قادرة إيران تأذي فيه، وأدخلت السعودية بحرب الاستنزاف. هي ما عم تصرف عليها شيء، إيران ما عم تصرف عليها شيء. يعني الشعب اليمني هو اللي عم يموت، تبعت لهم سلاح من وقت لوقت، لكن مش أكتر من هيك، درونز وقصص وهالشغلات هاي. لكن حقيقة السعودية من زي بشكل جدي ماديا ومعنويا وأمنيا من هالواقع هذا. فلهيك إذا بتروح أنت بتعمل حوار مع إيران، وإيران بعدها متصلبة بتقول لك أنا ما دخلني، هو الحوثيين مثل ما بتقول عن الحشد الشعبي، مثل ما بتقول عن حزب الله، أنه هو قوى محلية موجودة بتدل القضية بانتظار التسوية الكبرى. يعني التسوية الكبرى شو هي؟ ما بعرف شو هي. أنا قناعتي أنه إيران التسوية الكبرى بالنسبة لها هي اعتراف العالم بمناطق النفوذ اللي هي مسيطرة عليها، ما رح تنزل عنها، ومن ضمن لبنان. ومش بالضرورة لبنان مثل ما نحن شايفينه، لبنان قد يكون بخرائط جديدة. تاخد هذا الموضوع بالاعتبار اليوم أنت من بعد ما قديش بيلحكى من سنوات عديدة، هل جاء الوقت؟ يعني أنا بظن نعم إجا الوقت، ولح يكون الحل لبناني سوري بنفس الوقت، مش بس لبنان لحاله. وأنا شايف أنه خرائط حزب الله ستتضمن مناطق موجودة بسوريا. حتى رح نترك هذا الفصل لحلقة كاملة لأنه موضوع كتير كبير. دكتور علوش أهلا وسهلا فيك. شكرا. ضيف عزيز دائما في MTV. مشاهدينا الأعزاء أشكر لكم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للـ MTV. شكرا.